أهلا من جديد. تلجأ بعض النساء إلى أدوية وعقاقير لتحفيز الإباضة لديهم ولتساعدهم على سرعة الحمل، فهل من الممكن للأدوية أن تتسبب بانقطاع الطمث المبكر؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور رأفت الرجال استشاري خصوبة وأطفال الأنابيب. دكتور رأفت أهلا فيك في صباح العربية، ومباشرة ندخل في الموضوع، كيف تعمل هذه الأدوية؟ صباح الخير عليكم أول شيء، وصباح الخير على الأخوة المشاهدين. الأدوية بشكل عام حسب حالة السيدة اللي تريد الحمل. بعض السيدات عندها مشكلة في الدورة، عندها عدم انتظام في الدورة أو عدم انتظام في الإباضة. هذول الستات بيحتاجوا إلى محفزات للإباضة، وعادة نبدأ بأدوية بسيطة مثل الحبوب المحفزة لتنشيط الإباضة، وإذا ما جابت نتيجة بعد فترة من المحاولات نلجأ إلى ما هو أعقد من الحبوب باستعمال الإبر المنشطة أو في بعد ذلك أطفال الأنابيب. لكن مبدئيا بحب أشير أن بعض الستات بيستعملوا المنشطات هذه من غير متابعة طبية، أو بيستعملوها بوصفة عادية أنه صديقتها استعملتها أو أختها استعملتها فبتستعملها، وممكن هذا الاستعمال الخاطئ للأدوية طبعا يدخلها في مشاكل مضاعفات الأدوية نفسها أو آثار جانبية هي بغنى عنها باستعمالها. أيوة. طيب دكتور، إذا ممكن تشرح لنا تحديدا كيف تعمل هذه الأدوية؟ الأدوية الحبوب مبدئيا هو الحبوب اللي مستعملة عالميا اللي أشهرها اسمه الكلوميفين سترايت، هذا صار له بالسوق تقريبا أكثر من 40 سنة مستعمل عالميا. نسبيا هو آمن استعماله، لكن يجب استعماله تحت إشراف طبي. وظيفة الحبوب هذه أنه بتخفض مستوى هرمون الأنوثة في الجسم، بحيث بتزيد إفرازات الغدة النخامية من هرمونات تنشيط المبايض، تحديدا الFSH هرمون اللي بيحفز بينشط المبيض يطلع بويضات لمرحلة النضوج ومن ثم الإباضة. أيوة. إذا وصلت البويضة لمرحلة النضوج ومن ثم الإباضة بتكون فرصة التلقيح بالسائل الملوي من الزوج عالية، وفرصة الحمل موجودة أكبر من الستات اللي ما عندهم إباضة. طيب. طبعا بحالات اللي الستات اللي عندها دورة غير موجودة مثلا أو غير منتظمة، هدول بيكون عندهم الإباضة ضعيفة، فتحفيز الإباضة بيوصل البويضة للنضوج والإفراز بويضة واحدة. أما في بعض الستات مثلا عندها مثلا صعوبة في الحمل ومع أنه دورتها طبيعية، يجب أنه نتأكد ما في مشاكل ثانية في تعيق الحمل، مشاكل عند الزوج أو انسداد أنابيب أو هرمونات إلى آخره. إذا استثنينا مشاكل الكبيرة من مثل مشاكل الزوج أو انسداد الأنابيب أو غيرها، وفشلنا في إيجاد الإباضة عند الستات باستعمال الحبوب، نلجأ إلى الإبر. الإبر هذه أقوى من مفعولا من الحبوب، هي بتطلع أكثر من بويضة. يعني لازم نتذكر أنه الستات بشكل عام اللي عندهم إباضة منتظمة كل شهر يكون عندها إباضة بويضة واحدة كل شهر. وإذا ما صار حمل بالطريقة هذه، فبوظيفة الإبر هذه نزيد عدد البويضات. أيوة. بدل ما تطلع مثلا السيدة بويضة واحدة كل شهر بتطلع بويضتين أو ثلاثة كل شهر، فبوجود عدد أكبر من البويضات بيكون فرصة تلقيحهم بالسائل المنوي من الزوج أعلى إحصائياً. طيب. بالضبط. نعم دكتور، يعني أنت قلت من شوي، لازم تأكد يكون نعم أنت قلت من شوي بأنه يعني يجب أنه يؤخذ هذا الدواء بإشراف طبي، حتى نفصل أكثر، لنفترض أنه يعني عندك هذه السيدة وستشرف عليها، شو بطبيعة الإشراف بيكون؟ يعني الفحوص اللي تقوم بها للمرأة بالتالي حتى تتأكد من صلاحية هذا الدواء لها أم لا؟ تمام. نبدا بالشيء السهل اللي معظم الستات بيستعملوه اللي هو الحبوب، بياخذوها بالحبوب والوضع الطبيعي بنستعملها في بدايه الدوره، نبدا من اليوم الثالث او الرابع او الخامس لفتره 5 أيام مثلا. والشيء الاساسي بالموضوع هذا انه تاكد انه صار اباضه، لانه مثل ما حكيت الستات اللي ما عندها مثلا اباضه منتظمه او الدوره ما تجيها بشكل طبيعي ممكن تاخذ جرعه من هذا العلاج، نبدا بجرعه خفيفه مبدئيا. اذا لازم نتاكد انه صار عندها اباضه، لانه احيانا نعطي جرعه الست جرعه معينه من الدواء ونتابع العلاج بسواء تحليل بول او تحليل دم او تحليل مثلا بالاشعه نشوف نمو البويضه ونضوجها. اذا اعطينا الجرعه الاولانيه وما جابت نتيجه ما صار اباضه، بنزيد الجرعه تدريجيا بحيث نوصل لجرعه معينه توصل لمرحله الاباضه. لانه احيانا بيستعملوا الستات مثلا الدواء بدون اشراف طبي، الدواء معين بدون ما يصير معها اباضه وتستمر على هذه الطريقه وبتكمل عليها وهي بدون اي نتيجه، وممكن بنفس الوقت تزيد الاثار الجانبيه. أيوة. وظيفه الطبيب المتابع للحاله هذه رقم واحد يتاكد انه الجرعه اللي اعطاها للست جابت نتيجه، بمعنى انه صار عندها نمو في البويضات
وصلت مرحله نضوج وصار فيها اباضه مشان تنقيح، وهذه مثل ما حكينا ممكن تصيب تحليل بول بسيط، ممكن تصيب تحليل دم، او اذا موجوده عندهم مثلا بالمراكز الطبيه ممكن يصير التراساوند اشعه صوتيه متابعه نمو البويضه داخل المبيض. طيب دكتور رأفت، هل لهذه الادويه اي مضاعفات؟ اكيد اكيد طبعا، يعني ما الادويه هذه لازم تكون تحت اشراف طبي. رقم واحد بالنسبه مثل ما حكينا الابر مضاعفاتها اكبر، لكن خلينا نبدا بالحبوب اللي هي متداوله بشكل عام بين كثير من الستات والاطباء العامين وحتى النسائيه والتوليد. اول شيء بيكون اذا استعملت الحبوب ممكن يصير عندها مثلا شعور بالحراره او السخونه في الجسم، شعور مشابه للستات اللي بيكون عندهم مثلا انقطاع الطمث من فتره سن الياس، بهذه الفتره بيكون مؤقته محدوده، شعور في سخونه الجسم او عدم الراحه. ممكن يصير مثلا آلام في البطن، الانتفاخ في البطن، المغص مثلا، ممكن يصير آلام في الثدي، ممكن يصير احيانا صداع، احيانا قليل جدا ممكن يصير اثار خطيره اذا اثر على النظر. فدائما نخبر الست اللي بتاخذ مثلا الكلوميفين اذا صار معها اي مشاكل في الغباش في العيون، اذا بتشوف اي مثلا شيء مو طبيعي مثل حلقات او اشياء شيء قدام عيونها، لازم هذه اشاره خطيره انه لازم توقف فورا الحبوب هذه وما تستعملها مره ثانيه. وإذا بدنا نستعمل حبوب أو شيء ثاني لازم نستعمل بدائل من الحبوب بحبوب نوع آخر أو بإبر أو بأشياء ثانية. الشيء الثاني لازم برضو الستات يعرفوا إنه مثلاً أشياء الخطيرة بزيد فرص الحمل خارج الرحم اللي هو الحمل بالأنبوب. نعم. وهذا طبعاً خطير جداً، ممكن يؤدي إلى نزيف داخلي لأنه بزيد عدد البويضات اللي حكينا، فممكن البويضة ما تنزرع بشكل طبيعي داخل الرحم وتنزرع بالأنبوب، فهذا بيسبب الحمل غير طبيعي في مكان غير طبيعي وممكن يؤدي إلى نزيف. مشان هيك اي ست بتستعمل اي نوع من انواع المحفزات للخصوبه سواء حبوب او ابر او غيره لازم في بدايه الحمل يتاكد الطبيب 100% انه الحمل نشا في المكان الطبيعي داخل الرحم وليس في مكان خارج الرحم كالانبوب او المبيض او غيره، ممكن يؤدي الى مشاكل صحيه بعدين. طب باقل من دقيقه دكتور، مين المراه اللي لا تستطيع ان تاخذ هذا الدواء باختصار اذا سمحت؟ اللي ما بيستطيع، اللي هو بشكل عام احنا نمشي بعمر الستات. نعم. اذا مثلا ست متزوجه جديد ما في داعي تسرع نفسها انه والله بدي احمل بسرعه او بدي احمل توأم وكذا واستعمل ادويه بدون اشراف طبي. فالسيدات المتزوجه تحديثا ما في داعي نهائيا يستعملوا اي علاج، خصوصا اللي عمرهم اقل من 35. اذا مر عليها سنه كامله بعد الزواج بدون اي استعمال اي موانع حمل الى اخره، بعد سنه كامله وما حملت ممكن تشوف الاخصائي مشان يتابع الموضوع. اما الستات اللي عمرهم بين 35 و 40 ممكن بعد 6 شهور، لانه بنعرف انه كل ما زاد عمر الست بتنخفض الخصوبه. اما الستات اللي عمرهم فوق 40 سنه مثلا وتزوجوا حديثا، هذول بننصحهم بتسريع عمليه الحمل والولاده لانه بيكون الهبوط او انخفاض الخصوبه عندهم بشكل سريع. واهم شيء نصايح عامه للستات تنزيل الوزن، يعني الوزن لازم يكون نازل عند الستات حتى يكون فرص الحمل اسهل، التوقف عن التدخين مثلا، التغذيه السليمه، اذا ست مثلا عندها مرض السكري، بنعرف ان مرض السكري ممكن يؤدي لتشوهات في الاجنه، فلازم تتابع قبل الحمل وتنظم السكر بشكل 100% مضبوط قبل الحمل حتى تتجنب اي مضاعفات لها او للجنين لا سمح الله في المستقبل. طيب شكرا، كان معنا من الرياض الدكتور رأفت الرجال استشاري خصوبه واطفال الانابيب، شكرا لك.